السلام عليكم اخوتي، اليوم تيست ترايدر تاع كي واي ار كي اس. كيف كتشوفوا الديزاين تاعو؟ يعني الديزاين تاعو كي داير، يعني كيشبه شويه البينيلي بالنسبه لفران الزيت. يعني فران الزيت بالنسبة للسيميرات كما كتشوفو الشكل تاعها كي دايرين، بالنسبة للستوب بحال تاع الفيميلي كما كتشوفو هو فيه مود السور في الوسط، يعني فيه واحد مود السور. يعني فيه مود السور في الوسط، يعني كي واي ماكينة تاعو 125 كما كتشوفوا 125. وحتى القدام وانت السرات كما كتعرفوا بارابور، يعني بارابور الشكل تاعو اللي هو زوين. يعني في الماكينه تاعو 125. بالنسبة اخوتي هذا هو الكونتاكت، يعني الشكل تاعو اللي هو زوين. دابا غادي نشوفو كوسان، يعني كوسان هو كبير. بالنسبة لكوسان فيه كوسان صغير، يعني كوسان يزلك الوراق واش يزيد فيه بتمسح الموتور، يعني ماشي شي كوسان اللي هو كبير كما كتشوفو. وبالنسبة ل كما كتشوفو الكيدون تاعو كي داير، بالنسبة للكونتور كما كتشوفو هذا كونتور ديجيتال. بالنسبة لليسانس هي بلاصتو ولكن خاوي. وهنا هي الساعة، هنايا بامور لعيبات. وبالنسبة هو كوب كورون، يعني هو تاع يعني تاع الضو. وهذا التيمارو باش كتيماري، وهذا الفارو الكوت السينيالات كلاكسون. بالنسبه للفرانات، فرانات تاع الزيت. بالنسبه هذا هو الشكل تاع البارابور تاعو. بالنسبه خوتي هذا الموتور هذا في مانيفير، ولكن الدري حيدو يعني بلاصة مانيفير و خلاص فيه باتري، في باتري باش كتيماريه. يعني بلاصة الزيت الشكل تاعو هي كي الشكل تاعها كي داير. بالنسبة للستوب هو هي، وفي هاد البورطة ديال الجدام يعني بحال مزيد الطور شي ضلام، شي حاجة كيضرب لك شي واحد الطو تيبان. وبالنسبة لهنا كاين شي كارتيرات، ولكن الدري حيدو. انا غادي نوريو لكم في كامل يعني كي داير. كيما كتشوفو اخوتي السرعة تاعو كتسلتا ل 130 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للثمن تاعو، يعني الثمن تاعو اللي هو 17000 درهم و 500. دابا غادي نجربو السرعة تاعو شحال كيشد، يعني التيست تاعو كيفاش داير. دابا غنديماريو ونسمعو الصوت تاعو.